عمرو ليه اوسوريو مصمم على طريقه لعب؟ اه صحيح بيغير في النص ساعات، بيغير في مباراه من 3 4 مباريات، بس اوسوريو علامه الاستفهام عليه دايما، انت ليه بتلعب بالطرق المركبه او الادوار المركبه للاعبين دي وانت اصلا ما عندكش الامكانيات اللي تخليك تطبق ده؟ بص يا كريم، انا كنت بسمعك قبل ما اخش، انت بتتكلم على الاداره اللي اختارت اوسوريو، هي عارفه اوريدي فكره وعارف الاستراتيجيه بتاعته. عايزين بس سريعا كده نفرق ما بين انواع المدربين. المدربين حاجتين، المدرب برجماتي قادر يتكيف مع القماش اللي موجوده بلغه الدرجه يعني، يا اما مدرب صاحب ايديولوجيه معينه، فكر معين، هطبق فكري، هطبق سياستي، ايا كان اللعيبه اللي معايا، ايا كان من كواليتي اللعيبه اللي معايا، انا المسؤول الاول والاخير، لكن ما تطلبش مني نتائج دلوقتي. صحيح. طيب اوسوريو هو من النوعيه الثانيه. طبعا الفكر الثالث هو الميكس، يعني اللي هو بيطبق افكاره بما يتناسب مع المجموعه اللي عنده. ابسط مثال واميز مثال على القصه دي هو كولر. طب نرجع لاوسوريو، اوسوريو هو عارف ان كواليتي لعيبه الزمالك مش هتقدر تديك افضل مردود في اقل وقت ممكن، فبالتالي استكمال كلام موهوبه، الموسم اللي فات يا كريم كان موسم فعلا للتجارب. طبيعي، كنت اتكلمت معاك قبل كده كذا مره حتى على المستوى الشخصي، ان اوسوريو ما ينفعش دلوقتي نقيمه ونشوف نتائجه. النتائج اكتر حاجه شيء خادع في كره القدم، خصوصا لما مدرب بيتولى زمام امور. طبعا الراجل اللي واجه ظروف صعبه جدا وحتى الان بيواجهها، ما فيش قيد، كان على يعني على امل انه هل ممكن المشاكل الاداريه اللي هو اشار اليها تتحل في بدايه الميركاتو الصيفي، لكن طبعا ما تحلش. لكن انا يعجبني شجاعته ان هو الراجل خلاص قال انا هبني على قطاع الناشئين اللي عندي بمنتخب الامل، ثم بقى عناصر المميزه اللي عندي. لكن شفنا ان القصه حتى الان مش افضل شيء. طيب عمل ايه الراجل؟ طب قدم مردود ايجابي في الشامبيونز ليج العربي، لكن الراجل رجع مش غير اسلوب لعب، القصه مش اسليب اللعب، المهام اللي بتكلف اللعيبه، رجع للبيزكس، رجع للاصول. شفنا 4-3-3، لكن لا غير ان هي بتطبق. مثلا شفناها السنه اللي فاتت في الدوري، لا طبقت بواقعيه اكتر امام مثلا النصر، امام الشباب، مع احترام الاتحاد المنستيري، مع احترامي ليهم طبعا يعني مش نفس المردود الفني زي الزمالك، لكن على الاقل قدم مردود ايجابي لجماهير الزمالك، ادى بصيص من الامل في بدايه الدوري. انت بدات الموسم حتى في الماتشات الوديه ما كنتش على ما يرام، مش قادر تصنع فرص. خلي بالك الزمالك يا كريم بيعاني دفاعيا وبيعاني هجوميا. لو بنتكلم على المردود الهجومي، القصه مش بالاهداف المسجله. الزمالك في ماتش ارتسولار الاولاني، وفي ماتش بيراميدز، وماتش المقاولين، صنع كام فرصه يا كريم؟ صنع 7 فرص. انت بتتكلم الزمالك بيعاني حتى من الخروج بالكوره، على الرغم من دي الجزئيه، ده فكر اوسوريو. انت بتتكلم في ماتش بيراميدز وفي ماتش المقاولين العرب، لو معانا برضو الارقام اللي كنت مديها الاعداد، تتكلم الزمالك نعرض الارقام يا جماعه، تتكلم في ماتش ماتش بيراميدز وماتش المقاولين، ما اختلف طبعا هويه بيراميدز والمقاولين، الزمالك كان عاجز على الخروج بالكره من الثلث الاولاني للثلث الاخير. تتكلم على بيراميدز عمل 227 تمريره في النص بتاعه بس، فما عندوش اللعيب الكرييتور نص الملعب اللي يقدر يطور لك الهجمه. طيب هتقول لي الشوط الثاني اتغير، الزمالك راح بايجابيه لكن بلعب مباشر، بلعب طولي، مش بلعب ان انا اخرج الكره 3 خطوط، مع اختلاف طبعا كواليتي لعيبه بيراميدز عن المقاولين. طيب في المقاولين العرب الزمالك وصل في نص ملعبه، عمل حوالي 120 تمريره، مش قادر، ما عندوش اللعيب يا كريم اللي في نص الملعب اللي يقدر يطور الكره، على الرغم من المقاولين كان رد فعل، حتى المقاولين قدر يصنع عليك فرص من تحولات هجوميه. فبالتالي انت في الجزء الهجومي او في الجزء الدفاعي ما عندكش منظومه الضغط العكسي، كل الامور دي طبعا يسال عليها المدرب. طيب فايه معنى الكلام ده كله؟ انت محتاج تكون واقعي اكتر من كده، تقدر تطبق افكارك لكن مش كلها مره واحده، لكن انت مصمم على تطبيق نفس الافكار، على الرغم زي ما هو قال في بعض العناصر المميزه خصوصا في نص الملعب مش متواجده، الى جانب انت برضه عندك العناصر بتبتدي تدي ادوار مركبه وهي مش مستوعبه. صح. كلمه مش مستوعبه دي يا كريم، يعني طبعا محترمي كامل للعيبه اللي هم مش معتادين على كده. انت بتتكلم في وقت قليل جدا، طالب منه مردود فني ايجابي وفي نفس الوقت نتائج، فاكيد طبعا تبقى الامور صعبه، خصوصا ان انت عندك السكواد بتاعك مش السكواد القوي قوي ان انت تقدر تعمل فيه روتيشن. شفت الماتش الاولاني عمل 4 تغييرات، عملت مردود ايجابي تمام، بس حته 4 تغييرات دي عليها علامه استفهام، يعني معنى كده ان انت كنت بادئ غلط. بالظبط، بادئ غلط. طب انت ما درستش بيراميدز؟ مش عارف ان بيراميدز اميز فريق في الدوري المصري بيقدر يخرج بالكوره بكذا نمط بكذا شكل. طب انت بدات وغيرت المقاولين العرب، على الرغم ان انت ما كنتش اسوء شيء في الشوط الاول، لكن انت غيرت برضو وعدلت طريقه اللعب، فمعنى كده ان انت كان عندك مشاكل في نص الملعب، مشاكل في صناعه الفرص، الكره الوحيده اللي صنعها من اللعب المفتوح انت جبت جول، لكن انت جبت جول لما حطيت عملت البيزكس،
حطيت زيزو يمين، ما عندكش المهاجم عشان الغيابات اللي عندك، حطيت اوباما شمال ثم شلبي مصطفى شلبي ناحيه، عفوا اوباما مهاجم ثم مصطفى شلبي ناحيه الشمال، عملت منظومه لعب تقدر لعبتك تخدمها. صحيح. لكن في الاول وفي الاخر في مشاكل، في مشاكل، في مشاكل، لكن اسف برضه عشان طولت. لا براحتك. ان انا واحد من الناس حابب ان اسوري يكمل التجربه ياخدها للاخر. لكن طبعا مع تدعيمات، واتمنى طبعا اكيد المشاكل الاداريه تتحل مع نادي الزمالك ان شاء الله يعني. طبعا.